كابتن جاد جريشة خبيرنا التحكيمي. خلاص كابتن جاد بقى ضيف دائم دائما، عشان احنا بنعيش مواقف تحكيميه طول الوقت، مواقف تحكيميه ما بنشوفهاش بصراحه في اي مكان في الدنيا يعني، عشان ابقى امين يعني. كابتن جهاد مشرف ومنور كالعاده. كابتن جهاد مساء الفل. الو كابتن جهاد مساء الفل، منورني. الو كابتن جهاد انت معايا على التليفون؟ مساء الفل. طيب نرجع للكابتن جهاد تاني بعد لحظات يقول لنا رأيه في هذا الموقف التحكيمي اللي بصراحة برضو كان غريب. يعني أنا بص ساعات بتفهم، ما هو يا جماعة يعني القرارات والقوانين لابد أن تكون حاسمة وواضحة، لكن حكم بيعمل كده يعني، بيحسب ضرب الجزاء وبيرفع إيده اليمين بيحسب أوفسايد، ما هو برضو أنت بتخلي الدنيا تتوتر. خليك حاسم حتى في القرار الخاطئ. شوف بقولك إيه، يعني قول أوفسايد، قول ضربة جزاء، خليك واضح وحاسم، خليك واضح عارف الحسم ده يخلي اصلا اللي قاعدين بره يشوف ده. لا ده لعيبه الاسماعيلي والجهاز الفني في مشهد برضه غريب يا جماعه، واقفين ماسكين موبايل بيفرجوا على الحاله كلها، والماتش واقف وعادي بقى الماتش يستنى شويه، احنا الاول نتاكد من الحاله وبعد كده ننزل. يا جماعه مفيش الكلام ده، والله ما بيحصل في العالم، والله ما بيحصل في العالم، مش ببالغ. انا في حاجات باجي اقول لك ايه، الاعتراضات والخناقات والمشاكل بتحصل في العالم حتى لو هي غلط، بس بتحصل عادي يعني، الناس بتتخانق وبتعترض على بعض وبتزعق وحماس لعب، بس في مشاهد كده اللي هو اللعيبه واقفه هم والجهاز الفني ماسكين موبايل بيتفرجوا على الحاله، والحكم واقف في نص الملعب هو وطاقمه واقفين مستنيينهم لما يخلصوا بقى ينزلوا يلعبوا في ايه ده؟ في احنا فين يا جماعه؟ كابتن جهاد منور الدنيا. كريم مساء الخير عليك وحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبي، انت خلاص بقيت يعني اليومين الجايين دول انت هتبقى ضيف دائم ودائم ودائم كل ثانيه، عشان احنا ما شاء الله الاخطاء التحكيميه اللي عندنا مع نهايه الموسم دايما بتزيد ازدياد غريب جدا. بص يا كريم، النهارده ممكن يعني تسمح لي اختلف معاك النهارده. اتفضل. النهارده اداء تحكيمي محترم. ماشي. اختلف عن الناس كلها ليه؟ اولا ركله الجزاء صحيحه محمد يوسف. تمام. حكم الرايه بيتاخر بالتسلل بتاعه عشان الفار. تمام. الرايه طلعت بيغير القرار اوتوماتيك من ركله الجزاء للتسلل، لان المفروض تسلل قبل ركله الجزاء. تمام. وينتظر الفار. تمام. الفار اداله القرار قال له ان مفيش تسلل وركله جزاء صحيحه وكونفيرم ركله جزاء، فبيعمل اشاره ويحتسب ركله الجزاء اللي هي صحيحه وبدون الخروج للفار، لان دي حقيقه مكانيه بالنسبه للتسلل، بالتالي كل اللي عمله الحكم وحكم الفار صحيح، الخطا الوحيد كان عند الحكم المساعد وتم تصحيحه. لا امشي القرار صحيح. كابتن جهاد امشي معايا بقى واحده واحده، عشان انت اختلفت معايا طبعا، والاختلاف دوت انا بحبه وبقبله، بقبله عشان انت اللي هتبقى فاهم اكتر مني، فانا دلوقتي هفهم اكتر من يعني عايز افهم اكتر منك. اتفضل. دلوقتي انا حكم حسبت ضربه جزاء. تمام. وبعد كده الحكم رفع لي الرايه تسلل. تمام. اروح مغير قراري من ركله الجزاء لتسلل. اه. وانتظر الفار. تمام. على فكره ده موجود في تدريبات الاتحاد الدولي، الاتحاد الافريقي، في اي حته في العالم هيحصل المنظر ده. ماشي. تمام. بستنى بقى الفار، انا بقول لو التسلل مظبوط استنى بتسلل واستمر. تمام. طب التسلل ما طلعش مظبوط زي ما حصل معانا النهارده. الفار هيراجع ركله الجزاء. التسلل موجود مش مظبوط، وركله الجزاء اللي انت حسبتها مظبوطه كونفيرم ركله الجزاء، فمش هيحتاج يخرج لبره، لان كانت عامل اسمها النهارده كل احتجاج انه يطلع يشوفها. لا دي حقيقه مكانيه في تسلل، الحكم ما بيخرجش يشوفها في الشاشه، بياخد الكونفيرم من الفار ويعمل الاشاره ويرجع للقرار الصحيح اللي هي ركله الجزاء. وبالتالي النهارده الاجراءات اللي تمت في ركله الجزاء المقاولين العرب كلها صحيحه ما عدا رايه المساعد اللي كانت خطا. طيب انا طبعا اتفقت معاك وانا كده فهمت، وطبعا انا حاسس على فكره وانا بتفرج على المباراه قلت الحكم احتسب ضربه جزاء، عشان كده الفار قال له ضربه جزاء صحيحه، عشان كده ما رجعش يبص على الفار، عشان هو اوريدي ده كان قراره الا لو كان مختلف مع الفار. هو اكد على قراره، هو اكد على قراره ان ركله الجزاء صحيحه، لو كانت ركله الجزاء مش مظبوطه بقى كان قال له تعالى شوفها ركله الجزاء مش مظبوطه. مفهوم. طيب ده جزئيه، في جزئيه تانية بقى كابتن جهاد واقف عندها كتير، في حاله هرج ومرج حصلت في الملعب بعد القصه ديت، ما حسيتش برضو انه طاقم التحكيم خد اجراءات صارمه وحاسمه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى انه حكم المباراه المحترم واقف يتحدث مع عضو مجلس اداره، واقف يتحدث مع مدير فني، واقف يتحدث مع بعض اللاعبين، سايب اللاعبين يتفرجوا على الفيديو بتاع اللقطه، كل ده وانا شايف اللي بيحصل محتاج قرارات حاسمه اكتر من كده.
بص، هو كريم اللي المفروض الحكم بيدي لهم مهله زمنيه تبع القانون، اذا ما رجعتوش هلغي المباراه بس، وينتهي الحوار على كده. ايوه بس يعني موضوع الحوار كلمه ونص، انتوا معاكم قد كده وقت. ايوه ولو ما رجعتش الملعب المباراه هنهي المباراه. ايوه وبيكتب ده في تقريره ان الناس خرجت عشان يتعاقبوا على ده. بالظبط. بس هقول لك على حاجه برضه بمنتهى الامانه. اتفضل. اللي حصل في ماتش فيوتشر وامبي والعقوبات اللي انا شايفها من وجهه نظري الشخصيه هزيله، اللي وصلتنا للنهارده للماتش للقصه دي. ده شغل المسابقات بين الحكام بقى، ده بنتكلم عن المسابقات ولجنه انديه. فبنتكلم ان احنا ده بقى الظاهره عندنا، فعايزين ننهيها من النهارده بقى بعد الاسماعيلي النهارده واللي حصل. عايزين ننهيه. انا عايز اروح لك بس يا كريم لحاجه برده مهمه النهارده حصلت في الماتش النهارده. اتفضل. وحاجه ايجابيه برده او حاجه حصل هربطها لك بماتش امبو فيوتشر. خدت بالك الوقت بدل الضايع. ايوه الحكم النهارده الطبيعي في القانون ال 25 دقيقه دي ما بتظهرش في اي حته في العالم الا في مصر. الطبيعي في القانون ان الوقت بدل الضايع ده هو الوقت اللي بيتم احتسابه للوقت اللي ضاع في اللعب. ايوه لكن الاحداث اللي بتحصل انسحاب فريق او احداث شغب جمهور او حاجات دي ده ايقاف المباراه. بيعمل في ايقاف المباراه ايه؟ بيكمل اللعب 45 دقيقه، وبعد ال 45 دقيقه برفع الوقت بدل الضايع. فاللي حصل النهارده من طقم التحكيم هو التطبيق الصحيح. هيا. ان انا بكمل وقت عالي خالص، وفي الاخر يعني 17 دقيقه بتاعت الاسماعيلي ضفتهم على الوقت كاني عملت ستوب واتش، واكمل الماتش 45 دقيقه وفي الاخر بحسب بدل الضايع يطلع 6 يطلع 7 يطلع 5 يطلع زي ما يطلع 13 مفيش مشكله. بس ما يطلعش 25 زي ما حصل في ام بي فيوتشر، لان اللقطه 25 دي لفت العالم كله ان 25 دقيقه وقت بدل الضايع طبعا مش مقبول في حته في العالم. ما ينفعش ترفع اصلا 25 دقيقه. ما ينفعش، مش موجوده، لا صعب. صحيح. وبالتالي هو النهارده طبقوا تطبيق صحيح. طبقوا تطبيق صحيح. ان شاء الله، ان شاء الله تبقى الامور جيده. لا اتمنى اللي جاي يبقى افضل يا كريم ان شاء الله. احنا بنتكلم برضه في اخطاء، وفي اخطاء اللي اتكلمنا عليها الفتره اللي فاتت، النهارده ما في ايجابيه بنتكلم على ايجابيه. طيب. ما عندناش مشكله. كابتن جهاد اسالك سؤال، لو انت دلوقتي رئيس لجنه الحكام مثلا يعني، وعندك الحكامك زي النهارده كده طاقم التحكيم تحت ضغط كبير جدا وظروف صعبه وفرق هتهبط وفرق عندها مشاكل، فكل واحد زي بيقولوا كده ايه بين قوسين يعني بيتلكك او مضغوط جدا فمش قادر يستحمل اي حاجه، انت تقول ايه لحكامك في المواقف اللي زي كده؟ تقول لهم يبقوا حازمين ازاي في قراراتهم وفي تعاملاتهم في هذه الظروف؟ بص يا كريم، انا لو عندي رئيس لجنه حكام وبيتدخل وبيتكلم مع حكامه ما كناش وصلنا اللي احنا وصلنا له ده. فيتور بريرا من ضمن الحكام اللي الحكام قدامه بتبقى موجود في القاعات، فيتور بريرا ما اتدخلش في التحكيم المصري من ساعه ما جه النهارده. بيجي يتفرج زيه زي اي حكم قاعد على كرسي، ما بيتدخلش، ما بيقولش نصيحه، ما بيتكلمش معلومه. ده خبير موجود عندنا المفروض يدي من خبراته لحكامه. ده ما حصلش لغايه اللحظه اللي بكلمك فيها دي. صحيح. الكلام ده من كلام حكام موجودين قدامه في القاعات. وبالتالي انا دلوقتي ما اتدخلتش، حكامك مش حاسوا بيك، هتدي انت معلومه للحكام وتنصحهم ازاي والناس مش حاسين ان معاهم خبير اجنبي. مارك جاتنبرج كانت مشكلته انه مش موجود، بس كان الناس حاسه بيه. النهارده فيتور بريرا الناس مش حاسه بيه ومش حاسه بوجوده، مش حاسه تدخلاته او تعيينه حكام في ماتشات او تدخل في تصحيح اخطاء. وبالتالي احنا طول الوقت الناس ماشيه زي ما تقول كده على الله زي ما بيقولوا، فمفيش شغل على الارض. وبالتالي توقع ان الفتره الجايه برضه هتلاقي اخطاء في ماتشات صعبه بالذات الهبوط، وفي القسم الثاني النهارده برضه في مشاكل في القسم الثاني، ماتشات النهارده في القسم الثاني فيها مشاكل، ولسه اسبوعين ثلاثه في القسم الثاني هتلاقي برضه مشاكل لا حصر لها ولا عد بالمنظر اللي احنا ماشيين بيه ده. صحيح صحيح. كابتن جهاد جريشه انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وزي ما كابتن جهاد جريشه كده قال لك احنا شغالين على الله، كلنا بنشتغل على الله طبعا طبعا يعني.